غادي تعيي وتتبعي قناة سكولا اللي ان شاء الله غنديرو دوك جوج ديال لي زيكسيرسيس اللي قلنا 745. اذا حاولوا انكم تشوفوا الفيديو مرة اخرى من الاول حتى الاخر باش تفهموا كيفاش كنحلوا. تمام، اذا ما تمشيش بعيد، نرجعوا بعد الفاصل. اذا السؤال ديالي يقول ام ار تي اي ان تريانجل تلك ا بي كتساوي 6 سنتيمتر، ام بي الزاويه ا كتساوي 80، والزاويه بي كتساوي 40. اذا لا بيسيكتريس دو الزاويه ام ار تي كوب لا سيغمون ام بي اون اي. اذا فير لو فيغور كومباري ا اي اي بي، لا بيسيكتريس دو لونجل ا ام بي كوب لو لا دروات ا اي اون بي. Déterminer la mesure de OPI en justifiant la réponse, soit elle le milieu de AP, montrer que AI perpendiculaire à la A. Et nous sommes dans une figure de N, et nous avons un prêt à AP et O, le prix de la 6 cm, et nous avons un prêt à 6 cm, et un prêt à 6 cm, et nous avons AP. هذه ا وهذه بي. اذا من بعد غادي نرسمو الزاوية ديالنا ا للقياس ديالها 80 درجة، ا قياس ديالها 80 درجة هي هذه اللي غتكون هنا. نجيب 80 درجة في الزاوية A، إذا غنمشي ندير الزاوية الموالية، غادي نرسم الزاوية M في A اللي قياس ديالها 40 درجة، درجة إذا 10 20 30 10 20 30 40. هيدا من القاعدة ونجيبو من القاعدة نتقاطع كيف تتقاطع ليا ندور المثلث ديالي. إذا هادي هي النقطة F مثلا. إذا فيغ لو فيغور خصني نكتبو بيسيكتريس، ندير ديال بيسيكتريس ديال M. إذا النقطة M شحال 40، البيسيكتريس كيقسم ليا الزاوية على جوج، إذا حنا إما نديرو الزاوية 40 ونطراسي أولا نرسمو كيفاش كنرسمو البيسيكتريس. إذا غنجيب البيركار ديالي، أنا ندير بحالي ما عنديش العبار، غادي نجي عند الإم، غنحط البيركار ديالي، غادي ناخد واحد القطعة، غنحدد جوج نقاط على هاد المستقيمين، النقطة الأولى هنا، والنقطة الثانية على هاد المستقيم. من بعد كنهز البيركار ديالي وكنحطو في هاد النقطة هادي باش نحدد نقطة التقاطع اللي غتحدد ليا نفس المستقيم بدون تغيير، بلا ما نغيرو الفتحة ديال البيركار. صافي، إذا بلا ما نغيرو الفتحة ديال البيركار كنرسمو التقاطع ديالي. إذا التقاطع كيحدد ليا النقطة اللي غيدوز منها نفس المستقيم اللي هو ديسيكتريس ديال لونك. هاي هو هادي، نجيبو دابا المسطرة، إذا نفس المستقيم ديالنا هو ديسيكتريس اللي كيمر ليا من هاد جوج ديال النقط. إذا غادي نبلو المغاير، إذا هذا هو ديسيكتريس ديالنا. ناسف هاد المسطرة، إذا كنا كيقسمنا الزاوية على قسمين متقايسين. إذا هنايا غتكون 40 درجة، وهنا غتكون 40 درجة. إذا الشكل درناه، إذا جاوبنا على السؤال الأول أن الشكل درناه. دابا قالوا لنا السؤال الثاني كومباري أي و إي بي. إذا غنشوفو أي هنايا كيتقاطع مع إي، مكتبناهاش، إذا هنا تقاطع إي. إذا أنا مديتش البال درت البيسيكتريس ديال إم، ولكن خاصني ندير البيسيكتريس ديال النقطة هي اللي خاصني ندير لها البيسيكتريس ماشي إم.
صافي، لان الزاويه ا اللي طلبوا مني ماشي الزاويه ا. صافي، اذا انا غنعاود ارسم البيسيكتريس ديال الزاويه عاد قريت السؤال مزيان. هاك هذا هو المشكل، كنقراو ولكن ما كنطبقوش هذا الشيء اللي راه حنا كنديروه. داكشي اش كنقول لكم، خذوا الطريقه ديالي ولكن عاودوا خدموا التمرين نتوما باش تستافدوا. نعاود نرسمو بيسيك قسم جديد، بيس هو هذا، هذا هو البيسيك قسم ديالنا. نعاود نكتب، إذا هاد الزاوية فيها 40 وهاد الزاوية تاهي فيها 40 درجة، وهنايا عندنا الزاوية كبيرة سميناها كبيرة فيها 40 درجة. إذا غادي نقارنو الأي مع الأي بي. إذا شنو غادي نقولو؟ إذا داكشي اللي غادي نقولو غادي نكتبوه هنا. إذا كنلاحظ بأن الإم إي هي البيسيك تريس ديال الزاوية إم أ سي، كيقسم لي الزاوية إلى زاويتين متقايتتين. إذا الزاوية إي أ بي كتساوي الزاوية إي بي ياش أ، وبالتالي هذا سيتا المستقيم، هذا هو تريونجل اللي هو ايزوس، عنده زاويتين مالهم متقايتتين. اذا طب ديال العين غيكونوا متقايتين. اذا شنو قلنا؟ قلنا بان عندنا النسب المستقيم اللي هو اي هو لوبيسيكتريس ديال لونجل، لوبيسيكتريس بيسيكتريس ديال لونجل ديالنا اللي هي ام ا بي. هذا كيعني هنايا دونك من هو البيسيكتريس، اذا اي اي ا بي كتساوي لينا الزاوية ام، او كتساوي لينا الزاوية اي اي ا في A كتساوي لنا شحال؟ M A P على 2، لأنه متساوي كيقسم لي الزاوية على جوج، شي باين. إذا كتساوي شحال؟ 40 درجة، لأن M A P فيها 80، 80 على جوج كتعطينا 40 درجة، وبالتالي دويو أون بي كو. من هنا on peut dire que le triangle que le et non le triangle ديالنا اللي هو اي ا بي هو le triangle et isoscele. إذن هو إيزو متساوي الساقي إيزو زيد رأسه إيزو زيد أون إي، هذا الرأس ديالو. ألو فإن إي أو لا أ إي كتساوي ياش إي ماذا؟ إذا نمشيو لا كيسيون الثانية، لا بيسيكتريس ديال لونجل إم كوب أي أون أو، نمشيو نرسمو بنفس الطريقة كما درنا البيسيكتريس ديال أ غنديرو ديال أو. إذا دابا غادي نمشيو نرسمو ديال إذا إم قلنا كناخدو الفتحة كناخدو تقاطع نبي الرأس، هما قطعتين، كنهز البيتا ديالي عاوتاني أو كندير تقاطع هنايا باش نحط البيسيك ديال الأخرى. هكا
التقاطع ديالي الدكة تنفيذ مسطرة رسم قطعة رسم البيسيكتريس ديالي المنصب ديال الزاوية M اللي كيقطع ليا أوكي فاش كيقطع ليا A أوكي. إذا هذا هو البيسيكتريس كيقطع ليا A في النقطة أوكي كيقطعو في النقطة أو واو. إذا السؤال اللي نطرح إذا حنا سمنا هاد البيسيكتريس دابا تيتيغميني لا ميزور ديال أو بي أ إذا نحددو قياس ديال الزاوية أو بي أ إذا هنا قياس الزاوية أو بي أ شحال كتساوي شنو إذا غنمشيو الشكل ديالنا أو بي أ إذا ناخد المسطرة ديالي وغادي نطراسي الأو بي أ إذا ها هو أو بي باش نكمل قياس ديال الزاوية إذا هي أو بي أ ماشي إذا قياس هاد الزاوية اللي أنا كنقلب عليها هاد الزاوية إذا هادي عندي هادي عندي ولا ما عنديش ما عنديش عندي غير بي ولكن ما عنديش هي إذا خاصني أنا نجي سي في باش نلقى قياس هاد الزاوية اذا انا كنلاحظ بان هذا اللي بالازرق هو بيسيكتريس ديال الزاويه ام واللي بالاحمر بيسيكتريس ديال الزاويه ا اذا حتى الاخضر هذا الازرق هذا اللي رسمت دابا اذا حتى هو بيسيكتريس ديال الزاويه اذا كيقسم لي الزاويه على بي لانه تقاطع تجمعوا كلهم في نقطه واحده اللي هي اذا هنا التقاطع عندي الزاويه بي كتساوي 40 اذا قياس الزاويه الصغيره هو 20 درجه اذا هي الزاوية أو بي أ هو 20 درجة هادشي اللي غادي نكتب إذا قياس الزاوية أو بي أش كيساوي قلنا كيساوي هو قياس الزاوية اللي عندنا الكبيرة اللي هي إي إي بي أ غادي نقسموها على جوج وحنا غادي نبينو على جوج نقسمو على جوج غتعطينا هي 40 ثم على جوج كتعطينا 20 درجة إذا قياس الزاوية ديالنا في السؤال هي 20 درجة علاش أسيدي لان عندنا او قلنا هي انترسيكسيون انتر سيكسيون نكون على الكتابة انترسيكسيون دي بيسيكتريس هي تقاطع ديال لي بيسيكتريس هذا هو الجواب صافي اذا نمشي ديتيرميني حددنا دابا غادي يقول لك سوا ان لو ميلي ديال ابي يعني مونتري كو ام ان ام ان اي بيرفونديكولار على ابي اذا غنرسمو هاد الميليو ديال ابي اذا غنجيب الفيكتور ديالي باش نرسم لو ميليو ديال ابي اذا عرفنا كيفاش الميليو اذا ناخذ واحد القطعه وغادي نرسم التقاطع ديالي بالدلو ندير شاط هنا ونمشي عند الأرض وندير عاوتاني التقاطع ديالو التقاطع نحددو التقاطع ديالنا في هاد الجهة وفي نفس الوقت غادي نحدد التقاطع من الضفة الأخرى باش نقلبو على هدف الميدياتريس لأنه هو اللي كيمر من المنتصف ديال الزاوية مزيان إذا التقاطع حددنا غنزيد المسطرة ديالنا وغادي نرسمو المستقيم إذا المستقيم ديالنا هو عدد الأخضر اللي كيمر من المنتصف كيقطع الـ أم في المليو إذا كيقطعو في المنتصف اللي هو إم كيشكل معاه زاوية قائمة هادشي راه باين لأنه هو الميدياتريس صافي قالك نمونتخي كو أن بي إي مالو بيرفونديكولار على الأرض إذا أش كتشوفو هنا بأن هي كتنتمي لهاد المستقيم بالنسبة للمستقيم اللي رسمنا اللي كيمر من المنتصف اللي هو الميدياتريس ديال أبي إذا بما أنه كينتمي للميدياتريس إذا راه المستقيم عمودي الإي إن عمودي على الأرض هادشي اللي غادي نكتبو إذا شنو غادي نقولو قلنا بأن عندنا إن
هي من ميليو. نشوف ليش البوزيشن زوينه، ان هي لي ميليو ديال ابي. هذا كيعني شنو؟ هذا كيعني بان ان اب ان ا كتساوي لينا ان معقد. وعندي عاوتاني بان اي منها عندي اي كتنتمي لا دروات اي ام اللي هو الميديان قيس ان ان كنتمي لها. اذا ان المستقيم عندي ان ان هو قلنا الميديان قيس هو الميديان قيس ديال ا. علاش الميديان قيس ديال ا؟ لانه عمودي على المتوسط. الميديان قيس ديال ا غادي نقولو بأن التضربات اللي عندي هاديك ان ان مالو راه عمودي على قط. حنا منطولو بزاف راه واضحة وشرحناها في الرسم. نمشيو للتمرين هذا راه خليو التمرين تمن بعد لأن فيه بزاف ديال الحساب راه عرفتي علاش كنهندسة كنبغي نديرو غير تمرين واحد ونشرحو. إذا الموعد في التمرين الجاي إن شاء الله. قام عليه.